الثانية عشر ظهرا بتوقيت القدس الشريف، نشرة مفصلة للأخبار وإلى العناوين. الاحتلال يواصل عدوانه الموسع في جنين ويجلي إصابات جنوده من هناك. فصائل المقاومة تشيد بالعمليتين في غوشعة الصيون وكرمة سور، والاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي في وجه الزوار. وفي غزة عشرات الشهداء والجرحى في مجازر متنقلة في شمال ووسط وجنوب القطاع. قصف عنيف جدا على حي الزيتون والمقاومة تتصدى على عدة محاور. وعلى جبهة الإسناد اللبنانية، المقاومة تستهدف موقع المرج بالأسلحة الصاروخية غداة 6 عمليات استهدفت مربض مدفعية ومقر اللواء الغربي 300 في ثكنة يارا ومواقع حدودية أخرى. الانقسام الداخلي الإسرائيلي إلى مزيد من التفاقم. جالانتي يعارض قرار حكومة نتنياهو إبقاء السيطرة على محور فيلادلفيا. أجهزة أمنية تؤيد موقفه وتظاهرات أمام مقر رئيس الوزراء لمطالبته بإبرام الصفقة. القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل 15 عنصرا من داعش وإصابة 7 من جنودها في عملية مشتركة مع قوات الأمن العراقية في الأنبار. أهلا بكم. لليوم 30 بعد 300 يستمر العدوان الوحشي على القطاع بمجازر المتنقلة وآخرها في النصيرات وسط القطاع. وفي الضفة تستمر العملية العدوانية لليوم الرابع على التوالي وسط استمرار تصدي المقاومة التي نفذت أمس عملية مزدوجة بسيارتين مفخختين في مستوطنة غوش عطسيون وكرمة سور شمالي الخليل. نبدأ من آخر تطورات الضفة الغربية، حيث تواصل قوات الاحتلال عمليتها العسكرية الواسعة لليوم الرابع على التوالي، لا سيما في مدينة جنين ومخيمها، حيث تواصل هذه القوات عمليات تخريب البنى التحتية في المدينة وحملة الدهم والاعتقالات وسط تصدٍ من قبل المقاومين. وأفادت مراسلة الميادين بأن مقاومين تصدوا لقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة كفردان غربية جنين، حيث حاصرت أحد المنازل. وقد أعلنت كتائب القسام أن مجاهديها خاضوا اشتباكات مسلحة مع قوة في بلدة كفردان، وذلك قبل أن تعود هذه القوات وتنسحب أو تنسحب من المنطقة. قوات الاحتلال قامت كذلك بتفجير منازل المواطنين الفلسطينيين في حي الجبريات الملاصق لمخيم جنين، حيث عاثت خرابا في المنطقة ولا سيما في الحي الشرقي للمدينة، حيث دمرت جرافات الاحتلال جدار مقبرة الشهداء، وقد دهموا أحد المساجد وعاثوا فيه خرابا واتخذوه ثكنة عسكرية خلال العدوان على تلك المنطقة. سرايا القدس كتيبة جنين أكدت أن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة معدة مسبقا في آلية عسكرية في محور شارع الجبريات. من جهتها كتائب شهداء الأقصى في جنين أعلنت إيقاع قوة صهيونية راجلة في حي الجبريات بكمين محكم وتفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار بها وإمطار بزخات من الرصاص. بدورها كتائب المجاهدين استهدفت قوة إسرائيلية في شارع الناصرة بجنين بعبوتين شديدتي الانفجار. كذلك تتواصل الاشتباكات من ساعات الفجر الأولى في بلدة كفردان بين المقاومين وقوات الاحتلال. وفي الخليل شنت قوات الاحتلال حملة دهم واسعة اعتقلت خلالها عددا من الشبان، وذلك بعد ساعات على عملية مزدوجة أدت إلى إصابة 4 جنود إسرائيليين بينهم قائد لواء عطسيون في عملية في مفترق غوش عطسيون ومستوطنة كرمة سور القريبة من الخليل. وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن أحد الجرحى ميؤوس من حالته في غوش عطسيون، حيث جرى تفجير سيارة في محطة وقود بهدف استدراج جنود الاحتلال، وعند وصولهم أطلق المقاومون النار باتجاههم. وفي كرمة سور اقتحم مقاومون المستوطنة بعد دهس حارسها وأطلقوا النار على مستوطنين ثم فجروا السيارة التي كانوا يستقلونها. المتحدث باسم جيش الاحتلال أكد وقوع ما وصفه بحادثين أمنيين في منطقة لواء غوش عطسيون، مشيرا إلى وجود عدد من الإصابات في صفوف المستوطنين من جراء هذه الأحداث.
وفي بيان أشار المتحدث إلى أن سيارة اشتعلت فيها النيران انفجرت في محطة للوقود عند مفترق مستوطنة غوش عتصيون قبل أن تطلق القوات الإسرائيلية النار على الفدائي الذي خرج من السيارة وعمل على مهاجمة القوات الإسرائيلية. من رام الله تنضم إلينا مراسلة الميادين نسرين سلمي لمزيد من التفاصيل. مرحبا بك نسرين، ماذا في جديد العملية العسكرية الإسرائيلية تحديدا في جنين شمالي الضفة الغربية؟ في جنين الآن اشتباكات عنيفة جدا جدا داخل أزقة مخيم جنين تحديدا في منطقة حارة الدمج، اشتباكات ما بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال. بعد الحديث من مصادر إعلام عبرية عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين بجراح، طبعا هذا النبأ جاء من مصادر الإعلام الإسرائيلية بعد كمين. قالت كتائب شهداء الأقصى في بيان لها أنه تم تنفيذ كمين بحق جنود الاحتلال في أحد المنازل في حارة الدمج وتم تفجير عبوة استهدفت الجنود. طبعا كتائب المقاومة أيضا، قالت كتائب القسام وسرايا القدس، قالت أنه كان هناك كمين بحق جنود الاحتلال في حارة الدمج وكان طبعا إصابات في صفوف جنود الاحتلال. وبعض شهود العيان قالوا أنهم شاهدوا الجنود يحملون جنودا آخرين مصابين. وفي نفس الوقت هبطت طائرات مروحية في بالقرب من معبر الجلمة، وعلى ما يبدو أنها نقلت مصابين. لا نعرف إذا كان هؤلاء المصابين فقط من جنود الاحتلال أو أنه كان في هناك إصابات في صفوف الشبان المقاومين الفلسطينيين. العملية العسكرية متواصلة، تعزيزات إلى داخل مخيم جنين، لكن في هذه الأثناء انفجارات قوية، عبوة كانت قوية جدا الآن انفجرت داخل أزقة مخيم جنين. أيضا الاشتباكات مستمرة وبشكل عنيف. قوات الاحتلال أبلغت أن المخيم يخضع لحظر تجوال شامل ودفعت بمزيد من التعزيزات إليه. الحارة الشرقية عمليا دمار كبير، هناك لا زال تواجد لقوات الاحتلال في أجزاء من الحارة الشرقية التي انسحبت منها بشكل جزئي، لكنها بقيت في بعض الأماكن. وهناك تحذيرات للمواطنين من الخروج لأنه يوجد قناصين يطلقون الرصاص باتجاه المواطنين الفلسطينيين. اعتقال لنائب سابق في المجلس التشريعي من حي الجبريات خلال العملية في منطقة حي الجبريات، وبعد تعرض قوات الاحتلال أيضا لتفجير عبوات ناسفة في هذا الحي. في نفس الوقت الآن يتخوف الأهالي من سماع أصوات طائرات تحلق، طائرات إسرائيلية تحلق فوق سماء المخيم، في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر أخرى عن منع التجوال في البلدة القديمة وفي حي صباط لليوم الثاني على التوالي. نسين، هل هذه طائرات، هل هذه الطائرات هي لنقل إصابات، لنقل جنود، أم أنها طائرات مذخرة بالصواريخ؟ الحديث عن طائرات مدخرة بالصواريخ، نقل الجنود عمليا انتهى من خلال المروحيات التي هبطت على معبر الجلمة. تم نقل طبعا الإصابات من بصفوف الجنود، لكن الطائرات حتى هذه اللحظة لا نستطيع أن نقول أنه سيكون هناك شيء لا سمح الله، لكن هناك سماع أصوات لطائرات وهي طائرات مقاتلة، طائرات حربية بهدف على ما يبدو شن هجوم على المخيم، لكن إن شاء الله أنه لا يكون هناك هجوم. لكن الاشتباكات عنيفة جدا في طبعا في أزقة المخيم تحديدا في حارة الدمج، الاشتباكات عنيفة جدا وتجددت بعد هذا، بعد الكمين الذي وقع فيه جنود الاحتلال. وهناك قصف لأحد المنازل بصواريخ إنرجا، 5 صواريخ إنرجا تم إطلاقها باتجاه أحد المنازل أو الأزقة في داخل المخيم. وقوات الاحتلال عندما تلجأ إلى صواريخ الإنرجا تكون في العادة الاشتباكات عنيفة جدا وتكون غير قادرة للوصول إلى المقاومين، فتقوم بإطلاق هذه الصواريخ باتجاه المقاومين لإنهاء المعركة أو يعني إصابة الشبان الفلسطينيين وإنهاء عملية الاشتباك. هذا في جنين نفسها. في مدينة الخليل قوات الاحتلال انسحبت من جبل أبو رمان وانسحبت من وادي الهرية. أبلغت الأوقاف الإسلامية بأن المسجد الإبراهيمي سيتم فتحه خلال نصف ساعة بعد أن كانت أعلنت عن إغلاقه وأغلقته عمليا منذ ليلة أمس. وحتى هذه الساعة قبل قليل أبلغتهم أنه سيتم فتح المسجد، لكن قوات الاحتلال كانت اقتحمت حي جبل أبو رمان ووادي الهرية ونكلت بالأهالي، اعتقلت عددا من المواطنين، كسرت محتويات المنازل قبل أن تنسحب، وأعلنت تجديد إغلاقها على مدينة الخليل ومحيطها بشكل كامل. وطبعا تواجدها دائم في منطقة الخليل بمعنى أنها خرجت لكنها قد تعود في أي لحظة إلى منطقة الخليل.
شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والتفاصيل، سنبقى على متابعة معك نسيم لمجمل تطورات الأوضاع الميدانية سواء في شمالي الضفة الغربية أو وسطها وجنوبها. أكدت حركة حماس أن العملية البطولية المزدوجة هي رسالة واضحة أن المقاومة ستبقى ضاربة في وممتدة ومتواصلة ما دام عدوان الاحتلال الغاشم واستهدافه للشعب الفلسطيني وأرضه مستمرا. وفي بيان شددت الحركة على أن هذه العملية النوعية تحمل دلالة رمزية من ناحية المكان والزمان لتؤكد للاحتلال أنه لا يمكنه الاستفراد بأي جزء من الوطن، وأن شعب الضفة ومقاومتها سيفاجئان الاحتلال في كل زمان ومكان. كذلك لفتت الحركة إلى أن العملية تمثل صفعة جديدة لمنظومة الاحتلال الأمنية بعد أن أتت في ظل حالة التأهب لديه، داعية الشعب والمقاومة إلى مزيد من المواجهة والرد على جرائم الاحتلال المستمرة. شددت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين على أن التضليل الإعلامي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي عبر نشر روايات مفبركة والتقليل من شأن الاختراق الأمني الذي حققه المقاومون في عملية مستوطنة غوش عطسيون شمال الخليل لن يغير من الواقع شيئا. وفي بيان أكدت الحركة أن هذه المحاولة تكشف أن العملية أصابت المستويين الأمني والسياسي في الكيان بالحرج الشديد، ولفتت إلى أن كل محاولات العدو للقضاء على المقاومة سواء في الضفة أو غزة ستبوء بالفشل. ونشرت كتاب القسام مشاهد تحت عنوان كابوس تحرك الضفة والقدس وراضي عام 48 قادم لا محالة. وهو ما سيكون وبالا على المحتل بإذن الله. كل التحية لأبطال ضفتنا وندعوهم لمواصلة سحق كبرياء هذا العدو المرتعد ومواصلة عملياتهم وتصعيدها، فهم محط الآمال وهم أهم حلقة في نهاية حلم هذا الكيان الغاصب. أكد قائد سرى القدس في الضفة الغربية أن العملية الاستشهادية قبل أيام في تل أبيب رسالة مهمة على الجميع أن يلتقطها، وخصوصا أنها لن تكون الأخيرة. وفي منشور عبر منصة تليجرام قال القائد أن استشهاد القائد محمد جابر أبو شجاع وإخوانه سيزيد من إشعال ساحات المواجهة، وأشار إلى أن الأوان قد فات لوأد مشروع المقاومة في الضفة الغربية، فخلايا المقاومة ممتدة في كل المدن والمخيمات وهي تعمل ضمن تشكيلات سرايا القدس وقوى المقاومة المختلفة. مسؤول العلاقات العربية في حركة الجهاد الإسلامي رسمي أبو عيسى أكد في حديث إلى الميادين أن الضفة الغربية تستطيع أن تؤلم كيان الاحتلال أضعاف ما يمكن أن يحدث في قطاع غزة، مضيفا أنها تخوض اليوم معركة حاسمة. شبابنا يقاتلون ببسالة دفاعا عن أرضهم وعن مخيماتهم وعن قراهم وعن مدنهم، ونحن يعني نعتقد أن المزيد سينضم إلى كتائب و سرايا القدس في الضفة الغربية، وهم يوميا يعني يتلقون طلبات للانضمام إلى الكتائب التي تتشكل، وبالتالي الضفة ستقف موحدة في وجه هذا العدوان وهذه الهجمة الاستيطانية الصهيونية البربرية على شعبنا وعلى أرضنا. إلى غزة، حيث يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر المتنقلة التي أسفرت في الساعات القليلة الماضية عن نحو 35 شهيدا، 20 منهم ارتقوا في مخيم نصيرات وسط القطاع، بالإضافة إلى وقوع عشرات الجرحى بينهم أطفال ونساء. تزامن ذلك مع قصف عنيف جدا استهدف على مدى ساعات حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، حيث قام كذلك بنصف مبان واستهداف مدفعي كثيف للمناطق الجنوبية في الحي. يأتي ذلك بعد ارتكاب قوات الاحتلال مجزرة مروعة في مخيم جباليا أدت إلى ارتقاء عشرات الشهداء إضافة إلى الجرحى، حيث استهدفت غارة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في شارع العجار. شهداء الآن، شهداء هم مدنيين، شهداء
مدنيين مدنيين أطفال أطفال شهداء الآن شهيد شهيد آخر شهيد شبه زلزال ضرب حي المحطة أحد أكبر أحياء شرق مدينة دير البلح، فالحي تعرضت منازله وبناه التحتية لتدمير شبه كامل في مخطط يسعى عبره الاحتلال لجعل قطاع غزة غير صالح للحياة. التفاصيل مع أكرم دلول. هذا هو حي المحطة شرق مدينة دير البلح، لتوها بدأت الدبابات الإسرائيلية بالتراجع بعد عملية عدوانية برية استمرت لأيام، كما هو المشهد في كل محافظات قطاع غزة، تدمير من أجل التدمير لا أكثر. الدبابات الإسرائيلية قصفت في كل مكان، قتلت عائلات، دمرت البنى التحتية، الشوارع، المركبات، وحتى أن سيارات ومركبات الإسعاف بالمناسبة كانت ممنوعة ككل يعني مرات وأيام العدوان الإسرائيلي من الوصول لهذه المنطقة لانتشال شهداء وجرحى، يجري الآن يعني البحث عنهم. نتحدث إذن عن تدمير هذا المكان بشكل كامل. هذا المكان واحد من أهم القلاع التي كانت فيها المقاومة الفلسطينية تسدد ضربات قوية للجيش الإسرائيلي، وبالتأكيد نتحدث يعني عن بدء عودة الناس إلى هذه المناطق في محاولة من الناس طبعا لتفقد الأضرار والدمار الذي حل بالجميع. نأخذ رسائل الناس، يعطيك العافية، شو رسالة اليوم؟ الله يعين الناس، الله يعين الناس وبس. يعني هذا دمار زي ما أنت شايف، هذا احنا بعد ما نزحنا بعد ما بلغونا جيش الاحتلال بالنزوح رجعنا لقينا الامر هذا. يعني هي زي ما انت شايف، هي دار هي دار هي دار، دورنا كلها راحت، ما ضلش حاجه. احنا بنقول حسبنا بالله ونعم الوكيل وبس، بنقدرش نقول غير هيك. في اليهود وفي العرب اللي مخذليننا، احنا وين العرب عنا يا راجل؟ يا راجل احنا مش عرب، انا مش عربي، يجي حد يقف معاي؟ وين العرب؟ إذن هي رسالة كافية ووافية تنبض باسم كل الفلسطينيين في غزة الذين ما زالوا ينظرون يعني بقلق كبير وبحالة من الغضب تجاه موقف العالم، لا سيما العالم العربي، هذا العالم الذي يتهمه الفلسطينيون بالتواطؤ مع الجريمة الإسرائيلية. نتحدث عن يعني تدمير في كل مكان وعن يعني أشبه بزلزال ضرب هذه المنطقة التي تعتبر واحدة من الأحياء الشرقية من مدينة دير البلح، والتي يعني كما أشرنا إسرائيل ارتكبت فيها فظائع بحق الأبرياء. الاحتلال الإسرائيلي ضرب يعني هذه المناطق بأحزمة نارية، دمر البنى التحتية كما أشرنا على هذه الشاكلة، وبالتالي حاول أن ينقذ جنوده أو أن يحميه من ضربات المقاومة، لكن ضربات المقاومة كانت عنيفة وكبيرة. والجيش الإسرائيلي وقع بالمناسبة في حقول ألغام في هذه المناطق كما قالت المقاومة الفلسطينية أكثر من مرة، وربما هذه واحدة من قطع المجنزرات والدبابات الإسرائيلية التي داست عليها المقاومة الفلسطينية وسددت إليها ضربات قوية. من منطقة شرق مدينة دير البلح، أكرم دلول، الميادين. وقد كشف انسحاب الاحتلال من خان يونس عن جريمة مروعة وثقتها كاميرا الميادين بعد تراجع آلياته، إذ أعدمت قوات الاحتلال مسنين فلسطينيين داخل منزلهما في شارع السكة بعشرات الرصاصات بعد اقتحام المنزل، وتركتهما ينزفان حتى الموت. أحمد غانم والتفاصيل. انسحاب الجيش الإسرائيلي من خان يونس كشف كالعادة عن جرائم إسرائيلية مروعة بحق المدنيين داخل هذا المنزل. قصة اثنين من المسنين الذين لم يستطيعوا مغادرة منزلهم بفعل عدم تمكنهم من ذلك، فدخلت قوات الجيش الإسرائيلي إلى هذا المنزل وقامت بإعدامهما بالرصاص بعشرات الطلقات النارية التي أشاهدها عيانا على الأرض. عشرات الطلقات النارية أطلقتها قوات الجيش الإسرائيلي على اثنين من المسنين. هذه الطلقات النارية ما تزال شاهدة على هذه الجريمة، وهذين هما المسنين اللذين استشهدا بنيران الجيش الإسرائيلي. هذين المسنين بينهما يعني هما رجل وزوجته. من الدول العربية تيجي تحس تشوف الناس كيف قاعدة بتتكاتل، كيف بيعدموا في الناس وهم أحياء. وين الدول العربية اللي ما تقف معانا وتحس فينا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. أكبر جريمة هذه أكبر جريمة. هيك انكتلوا هيك دية البنادمين؟ حسبنا الله ونعم الوكيل وبس. أكبر في السن هذولا، كبار في السن هذول مش صغار. يعني بيسووش حاجه، بمسلوش لاي اليهود ولا اسروا على اليهود اي حاجه. الباب كان مغلق عليهم، لا يتحركون لا يحركون ساكنا.
دخلوا إليهم إلى هذا المنزل وأعدموهم بدم بارد دون أن ترأف حالهم لكبار السن الذين هم بحاجة أصلا إلى الرعاية. قصة هذه المجزرة خرجت للإعلام اليوم، لكن كما يقول الناس ثمة قصص ربما لم تخرج ولم يعرف بها أحد، ربما قد تكون قد دفنتها جنازير الدبابات الإسرائيلية التي انسحبت مخلفة الأسى والحسرة في قلوب وذوي هؤلاء الشهداء. أحمد غانم، خان يونس، الميادين. ولمزيد من التفاصيل حول تطورات الأوضاع الميدانية في قطاع غزة ينضم إلينا من جنوب القطاع مراسل الميادين أكرم دلول. مرحبا بك أكرم، يعطيك العافية. ماذا في جديد تطورات الوضع الميداني في قطاع غزة؟ التطورات بالتأكيد أحمد متلاحقة، لا سيما في حي الزيتون. دعنا نبدأ بما يجري هناك. حي الزيتون طبعا هو أحد أكبر مدينة أحياء مدينة غزة. هذا الحي يتعرض منذ عدة أيام إلى عملية برية إسرائيلية واسعة النطاق، لكنها تستهدف الضواحي الجنوبية من القصف الإسرائيلي مستمر حقيقة في كل مكان، سواء من المدفعية التي تقصف عمق هذا الحي أو من الطائرات الحربية التي قصفت قبل قليل تجمعا للمواطنين بالقرب من مسجد الأبرار شرق هذا الحي. الحديث يدور عن نقل عدد من الجرحى وربما الشهداء. سبق ذلك أن قصفت طائرات الاحتلال ثلاثة منازل في حي الزيتون، نتج عن هذه الغارات أيضا عدد من الشهداء والجرحى. وفق الأنباء الواردة إلينا فإن الجيش الإسرائيلي يشتبك منذ عدة ساعات مع المقاومة الفلسطينية على أكثر من محور في حي الزيتون، وهناك أيضا قبل قليل تدخل من مروحية إسرائيلية بدأت تطلق النار باتجاه أكثر من محور. والحديث يدور عن أيضا وجود عدد من المصابين والشهداء، لا يمكن لسيارات الإسعاف أن تتحرك باتجاههم، تحديدا في محيط مسجد حسن البنا. هذا المسجد الذي يتعرض، طبعا هو مسجد مدمر بالمناسبة، يتعرض محيطه إلى القصف بالمدفعية على وجه التحديد. إذن هي تطورات متسارعة على حي الزيتون تلخص ما يجري هنا في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي مستمر. قرابة 44 شهيدا بحسب المصادر الطبية منذ ساعات فجر هذا اليوم وحتى الآن في سلسلة الغارات التي طالت مدينة غزة وطالت أيضا شمال القطاع إلى جانب وسطه والذي كان له النصيب الأكبر من الغارات والمجازر الإسرائيلية. وأيضا خان يونس ورفح 21 شهيدا أحمد وصلوا منذ ساعات الفجر وحتى الآن إلى مشفيي ناصر والأوروبي في جنوب القطاع، العدد الأكبر منهم من جراء الغارات الجديدة التي طالت منازل. وعدد من الشهداء تم انتشالهم بالمناسبة من بعض المحاور التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي في الساعات الماضية. هكذا بصورة مبسطة يبدو المشهد حتى الساعة في غزة. جزيل الشكر لك على كل هذه المعلومات والتفاصيل من خان يونس جنوب قطاع غزة مراسل الميادين أكرم دلول. كاميرا الميادين ترافق أفرادا من جهاز الدفاع المدني شمال غزة في مناورة خاصة محاكاة للواقع الذي يعيشه كوادر الجهاز في التعامل مع الأحداث خلال العدوان على قطاع غزة. من شمال غزة تقرير محمود العوضية. نحن الآن متوجهون برفقة جهاز الدفاع المدني شمال غزة لمناورة يعدها جهاز الدفاع المدني في منزل في منطقة مشروع بيت لاهيا. في هذه اللحظات نرافق جهاز الدفاع المدني شمال غزة في جولة هي أقرب للواقع، وهي عبارة عن مناورة ينفذها جهاز الدفاع المدني لتدريب الشباب على عمل جهاز الدفاع المدني ليواكب الأحداث في ظل ما يتعرض له جهاز الدفاع المدني من ضغوطات ومن مضايقات أيضا في ظل نقص الموارد والإمكانيات بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض على شمال قطاع غزة. يعني ضمن برامج الدفاع المدني في محافظة شمال غزة لرفع كفاءة وقدرة المتطوعين والكوادر العاملة في محافظة شمال غزة، عقدنا برنامج تدريبي، عدد من المحاضرات التدريبية النظرية نختتمها اليوم بمناورة عملية للطواقم والمتدربين والمتطوعين. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ وعلى بركة الله مناورة التدخل العاجل للأحداث الطارئة. Oh,
نشاهد هنا كوادر الدفاع المدني التي تنفذ هذه المناورة في ظل الصعوبات التي يعاني منها جهاز الدفاع المدني. نشاهد هنا في هذه المشاهد عناصر الدفاع المدني وهم يحاكون هذه المناورة العملية وقد عايشوها واقعا في كل يوم يقوم الاحتلال الإسرائيلي فيه باستهداف المنازل والآمنين في داخل بيوتهم. هنا محاولات إنقاذ لهذا الشاب الذي علق بين الركام وآليات التعامل معه من قبل الأجهزة الطبية التابعة للدفاع المدني. شباب بسرعة على السريع، الحالة خطيرة ومش بسيطة. على السريع ركب لي محلول، ركب محلول وهات لي لفاف ولفرج ليه، في نزيف عنده. الآن الحمد لله حنتعامل مع هذه الحالة بكل أريحية حتى يتم نقلها لأقرب مستشفى بأسرع وقت ممكن. محمود العوضية، شمال غزة، الميادين. إلى جبهة الإسناد اللبنانية، حيث أعلنت المقاومة الإسلامية استهداف موقع المرج بالأسلحة الصاروخية وإصابته بشكل مباشر. وكانت المقاومة الإسلامية ليلة أمس قد أعلنت استهداف مربض مدفعية الاحتلال بكتيبة 411 بنفازيف ومقر قيادة اللواء الغربي 300 في ثكنة يعرى، وانتشارا للجنود في محيطه برشقات من صواريخ الفلق والكاتيوشا ردا على اعتداءات الاحتلال ليلة أمس على القرى الآمنة، كما قصفت عددا من المواقع الحدودية بالأسلحة الصاروخية والمسيرات الانقضاضية. وحول مجمل الأوضاع الميدانية في جنوب لبنان ينضم إلينا من هناك مراسل الميدان علي مرتضى. مرحبا بك علي، ماذا رصد منذ الصباح وحتى هذه اللحظة على الجبهة الجنوبية للبنان؟ نعم، قبل أن أتحدث عن الأحداث الميدانية أود أن أشير إلى أصوات الأناشيد التي تطلق في مناطق الجنوب اللبناني اليوم ذكرى اختطاف السيد موسى الصدر، ومن المتوقع أن يكون هناك كلمة لرئيس حركة أمل رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في هذه المناسبة. وطبعا تحتفل المناطق الجنوبية أو تحيي هذه المناطق الجنوبية هذه الذكرى بأناشيد خاصة بحركة أمل. بالنسبة للتطورات الميدانية التي تحدث على الجبهة، قبل قليل قام دبابة مركبة إسرائيلية بإطلاق قذيفة مدفعية باتجاه منزل في أطراف بلدة شبعة، بالإضافة إلى إطلاق قذائف مدفعية باتجاه بلدتي الطيبي ودير سريان. عدا عن ذلك لم نرصد اعتداءات إسرائيلية على المناطق والبلدات اللبنانية. كذلك بالنسبة للعمليات المقاومة، دوت صافرات الإنذار مرتين اليوم، مرة في مسكب عام ومرة في الملكية، ليتضح بأن موقع المرج هو الذي تم مهاجمته بعدما أعلن حزب الله مهاجمة هذا الموقع الأسلحة الصاروخية. عدا عن ذلك بإمكاننا القول بأن الهدوء الحذر يعم طول هذه الجبهة منذ الصباح الباكر، خرقه هذه العملية العسكرية وهذه الاعتداءات الإسرائيلية فقط. شكرا جزيلا لك من جنوب لبنان علي مرتضى، سنبقى على متابعة معك لمجمل تطورات الأوضاع الميدانية إذا رصدت. إلى ذلك، كشف مصدر قيادي في المقاومة الفلسطينية للميادين أن لقاءات الدوحة فشلت وأن المفاوضات تتجه إلى الانهيار. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. مصدر قيادي خاص في المقاومة الفلسطينية أكد للميادين أن لقاءات الدوحة فشلت والمفاوضات تتعرض للانهيار. المصدر أضاف أن لقاءات الدوحة أخفقت في ثني إسرائيل عن تمسكها بالبقاء في محور فيلادلفيا وإزالة الفيتو عن 65 معتقلا محكومين بالمؤبد، وشدد على أن المفاوضات تتجه إلى الانهيار بسبب رفض إسرائيل الاستجابة لمقترحات الوسطاء لمعالجة القضايا العالقة. وقال إن حركة حماس تؤكد أن المفاوضات بالطريقة الحالية لن توصل إلى اتفاق، وأن الوسطاء يشعرون بإحباط شديد من المواقف الإسرائيلية المتعنتة ويرون أنها العقبة الوحيدة في المفاوضات. وأشار إلى أن الوسطاء يقولون أن الإدارة الأمريكية لا تمارس ضغطا كافيا على إسرائيل، على الرغم من علمها أن مواقفها من القضايا العالقة غير مبررة. أغلق أهالي وأنصار الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة طريقا قرب مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بوضع لافتات تحمل صور الأسرى، ووضع المتظاهرون 107 صور، وهو عدد الأسرى الذين ما زالوا في قطاع غزة على الطريق في وسط القدس قرب المنزل الرسمي لرئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
שבין חיים לבין מוות. עשית רגע? تفاقم الخلافات داخل القيادة الإسرائيلية دفع خبراء ومعلقين إلى التحذير من فوضى القرارات التي قد ينتجها تزايد التصدعات السياسية والشخصية بين رئيس الحكومة ووزير الأمن الإسرائيليين. تقرير هاني فحص. من منتدى لاتخاذ القرارات السياسية والأمنية إلى حلبة صراعات وتصفية حسابات داخلية، تحول المجلس الوزاري المصغر إثر تفاقم حدة الخلافات السياسية والشخصية بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت. خطوط التماس الداخلية والاصطفافات السياسية بين بنيامين نتنياهو وفريقه من جهة، ووزير الأمن ومعه المؤسسة الأمنية والعسكرية من جهة ثانية، لا تقتصر وفقاً لمراقبين على الخلاف بشأن محور فيلادلفيا الذي يصر نتنياهو على البقاء فيه رغم تحذيرات المؤسسة الأمنية والعسكرية من عواقب هذا الأمر على بقية الجبهات. ما يحاول غالانت قوله هو أنه لا يمكن أن يستمر الوضع في الشمال هكذا إلى الأبد، وفي وقت ما سيقودنا إلى معركة واسعة، وليس لدينا الوقت للاستعداد لهذه المعركة في حين أننا مستمرون بالتمركز في غزة وفي محور فيلادلفيا. وتكمن المشكلة في أن التصدعات التي تضرب رأس الهرم السياسي والأمني تمتزج فيها بحسب مراقبين الاعتبارات الأمنية مع الحسابات الشخصية والحزبية. قضية نتساريم ومحور فيلادلفيا ليست أمنية، وبرأيي نتنياهو اتخذ قراراً يعارضه وزير الأمن لأنه لا يصغي في القضايا الأمنية إلى قادة المؤسسة الأمنية والعسكرية، بل يراعي المصالح السياسية الداخلية. احتدام الجبهة السياسية التي انعكست تبادلاً للصراخ والاتهامات داخل الحكومة المصغرة ترافقت مع اتهامات للجيش الإسرائيلي بالكذب بشأن تحقيق الإنجازات في قطاع غزة، ودعوات من قبل أعضاء كنيسة من حزب الليكود للجيش إلى وقف حفلة خداع الجمهور الإسرائيلي، والاعتراف بأن ألوية المقاومة في رفح لا تزال تعمل بضبط وسيطرة رغم ادعاءات الجيش الإسرائيلي بتفكيكها. عرض مسؤولون في أجهزة الأمن الإسرائيلية فكرة فرض حكم عسكري على قطاع غزة، وذلك خوفا من العواقب الوخيمة جدا على إسرائيل في الساحة الدولية. وقال موقع قناة مكان إن فرض الحكم العسكري سيضر بالعلاقات مع الولايات المتحدة ويؤدي إلى إدانات وردود أفعال قاسية من الدول الصديقة ودول الجوار مثل مصر والأردن ودول اتفاقات التطبيع، وأضافت أنه ستوقف أيضا مساعدات المجتمع الدولي. للأسبوع 47 تخرج الحشود اليمنية لدعم ومساندة غزة والشعب الفلسطيني، وتؤكد ثبات الموقف مع فلسطين ومحور المقاومة. تقرير عبد الله الفرح. مع استمرار المجازر الإسرائيلية في غزة والتصعيد في الضفة الغربية، ترفع صنعاء من مستوى مواقفها، ويخرج اليمنيون في حشود ضخمة في العاصمة ومختلف المحافظات، مؤكدين عزمهم وإصرارهم ووقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني. من كل المناطق والاتجاهات جاءوا للمشاركة في التظاهرات الأسبوعية تحت شعار نصرتنا لغزة والأقصى مسؤولية وجهاد. في هذه الجمعة جددت الجماهير ثبات الموقف مع فلسطين ومحور المقاومة، مؤكدة أن الرد على العدوان الإسرائيلي آت لا محالة. نأمل من الله سبحانه وتعالى أن يكون موقفنا في الأيام القادمة أكبر وأكثر مع تطويرنا لقدراتنا كما أكد على ذلك السيد القائد، ولذلك موقفنا ثابت ومستمر ومتنامي ومتطور، وبإذن الله سيكون الرد قاس بحسب قدراتنا المتطورة والمتناوية بإذن الله. حضور واسع للشعب اليمني يؤكد من خلاله المتظاهرون أهمية التعبئة العامة والاستمرار في التدريب والتأهيل العسكري والمشاركة في الأنشطة والمسيرات المساندة للشعب الفلسطيني والاستعداد للمراحل المقبلة. خروجنا اليوم هو جزء من الانتصار للقضية الفلسطينية بشكل عام، هو جزء أيضا من التأييد للمساندة المستمرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. حاضرون إلى ميدان 70 لكي نرسل رسالة لأعداء الله بأننا حاضرين لتلبية السيد القائد
في الأمطار وفي الشمس وفي الريح وفي كل الظروف، فنحن حاضرين واليمنيين مستعدين، وهم قنابل ذرية ورؤوس نووية يضرب بها السيد أعداء الله ويضرب بها تل أبيب. أكثر من 330 ساحة مركزية وفرعية في 14 محافظة يمنية خرجت في مسيرات كبرى حملت رسائل لإسرائيل وحلفائها أن القضية الفلسطينية متجذرة وأن العدوان على غزة والضفة سيقابل بإصرار شعبي وعسكري كبير من اليمن ومحور المقاومة لإفشال مخططات إسرائيل. من العاصمة صنعاء، عبد الله الفرح، الميادين. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي استعداد بلاده لإجراء حوارات إقليمية بناءة مع الأردن، وقال خلال اتصال هاتفي مع نظير الأردني أيمن الصفدي إن الكيان الصهيوني هو السبب الرئيس وراء اتساع رقعة الصراع والتوتر في المنطقة، ولفت إلى أن الجمهورية الإسلامية ستدعم أي اتفاق يحظى بدعم الشعب والمقاومة في فلسطين. بدوره أعرب الصفدي عن قلقه حيال الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في غزة، مشددا على أنه لابد من وقف التوتر في القطاع والضفة الغربية فورا، وقال إن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة هو الخطوة الأولى نحو خفض التصعيد الخطر في المنطقة وحمايتها من الانزلاق نحو حرب إقليمية شاملة. فاصل قصير، ابقوا معنا. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن 7 جنود أمريكيين أصيبوا بجراح خلال الغارة المشتركة التي نفذتها مع قوات الأمن العراقية في محافظة الأنبار غربي العراق، وأدت إلى مقتل 15 فردا من التنظيم. سنتكوم قالت في بيان عبر منصة إكس إن قضت على 15 عنصرا من تنظيم داعش خلال الغارة المشتركة، وأضافت أن هذه العملية استهدفت قادة داعش لتعطيل وتدهور قدرة التنظيم على التخطيط والتنظيم وتنفيذ الهجمات على المدنيين العراقيين. قتل 5 مدنيين روس وأصيب 37 آخرون من جراء قذيفة أوكرانية أصابت سيارة على نحو مباشر في مقاطعة بلغرود الروسية، وفق ما أعلن حاكم المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف. وفي السياق، أكدت وزارة الدفاع الروسية استهداف سلاح الجو الروسي مواقع للجيش الأوكراني في 11 بلدة في مقاطعة سومي الأوكرانية، وأضافت الوزارة أن الطائرات الروسية نفذت ضربات على مناطق تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في المقاطعة. بدأت الكهرباء بالعودة إلى بعض أجزاء فنزويلا إثر انقطاعها عن العاصمة كاراكاس ومساحات كبيرة من البلاد في وقت سابق، وأكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن الحكومة تعمل الآن على إعادة الخدمة إلى العمل وتنظيمها، مضيفا أن فنزويلا حددت الآليات المستخدمة في الهجوم الإجرامي الذي وقع ضد أنظمة النقل قبل أن يصفه بالهجوم الكبير بقصد التصفية، وهنأ مادورو الفنزويليين والعسكريين على الخطوات التي اتخذوها لتفعيل الخطط اللازمة، عبرا عن شكره الناس وعلى ثقتهم ووعيهم ودعمهم. لقد شن الهجوم مرة أخرى على محطة جوري للطاقة الكهربائية. في هذه الساعة التي أتحدث إليكم فيها حددنا الآليات التي جرى استخدامها في المحطة وفي محيطها. لقد نجحت أنظمة الحماية التي بنيناها من الناحية التكنولوجية وحمينا المحطة. لقد حافظنا على جوري. هناك تفاصيل فنية ينبغي ألا أقدمها، ولا أعرف إذا كان ذلك سيحدث لاحقا في الأيام المقبلة، لأنه لا أحد يعطي تفاصيل فنية وهناك غرفة حرب أنشأها الفاشيون، وأنا متأكد من أن غرفة الحرب تلك موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. مؤامرة واشنطن في أمريكا اللاتينية مستمرة، تاريخ من الانقلابات والاغتيالات والتلاعب للقبض على قرار وثروات الدول في القارة الأمريكية الجنوبية من فنزويلا إلى كوبا وتشيلي ونيكاراغوا وأخيرا في الهندوراس والإكوادور. تحاول واشنطن استعادة هيمنتها بأبشع الوسائل وأخطرها. تاريخ واشنطن في أمريكا اللاتينية ملطخ بالمؤامرات والسياسات الشيطانية من انقلابات واغتيالات وتدخلات في الاقتصاد والمجتمع والثقافة. ملفات سود تكشف تباعا لتضع الإدارات الأمريكية المتعاقبة في قفص الاتهام
من دون أن تلقى عقابا أو ملاحقة بسبب الهيمنة والتسلط على المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية. موقع غريزون يزيل النقاب أخيرا عن محادثات سرية تكشف النقاب عن عقد من التدخل الأمريكي في الإكوادور. المدعية العامة الإكوادورية ديانا سالازار وبالتنسيق مع واشنطن تسرب معلومات عن موضوع تحقيق جار لتقويض مقاضاة شركاء رؤساء الإكوادور الحاليين والسابقين المتحالفين مع الولايات المتحدة، فيما جرى اضطهاد رافائيل كوريا وحركته السياسية بوحشية بناء على أدلة واهية. هذا النموذج من العبث والتلاعب لا ينفصل عن استماتة الاستخبارات الأمريكية للسيطرة على الانتخابات الأخيرة في فنزويلا لإطاحة نيكولاس مادورو، فيما تفوح روائح التآمر للأجهزة الأمريكية في هندوراس، ما اضطر الأخيرة إلى إلغاء معاهدة تسليم المجرمين مع واشنطن لمنع استخدامها ضد العسكريين الموالين لها وتسهيل محاولة انقلاب. غيض من فيض مبدأ مونرو كأداة للهيمنة الأمريكية على أمريكا اللاتينية يظهر على مراحل، ليكشف الوجه البشع للنوايا التوسعية الأمريكية التي تقوم على نظرية إن لم تكن معنا فأنت ضدنا، والذي طبق على قادة دول أمريكا الجنوبية الذين قاوموا إمبريالية الولايات المتحدة. وها هي خطة الفوضى الخلاقة تعود لتطل برأسها بهدف اختراق وزعزعة دول في أمريكا اللاتينية تقاتل من أجل التحرر والاستقلال. مشاهدينا الكرام، بموجز الرياضة نصل إلى ختام هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتقارير تجدونها بكل تأكيد على صفحات الميادين نت باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والإسبانية. نلقاكم على خير.